اذا حدا بقرب على الحدود ايش اكيد بدي اوصب الوضع هلا عشان هيك البحريه كلها عم تتجنب بالاول الجو المحل ما بدنا نروح حتى البوارج اللي في الكنوصه لحدهم ما بيتعاطوا مع حدا يعني بالنسبه للحرب هون من 3 اشهر لهلا الصياد بيطلع بس بيكون بمطرح قريب ما عم يسترجن قرب كتير ونبعد كتير عشان الوضع. قبل الحرب كنا نتجول العادي يعني نروح على النقورة منوصل على الحدود ومن الحدود ومن الطفافيف اللي حاطين لنا اياهم يعني في اللي بيصرحوا بالليالي بيفزعوا بعض وفوق مثل البياضة مثل النقورة بيفزعوا بالليل لأنه صيب بتأملاش هيدا اللي بصير لأن الزوارق بالبحر بالليل تبقى مضوية أي نقطة ممكن يضربها الطراد أو الطيران شيء أكيد بس تطلع صوب النقورة صوب الحدود في سمك أكتر هنيك منطقة أقل شيء من 50-60 سنة ممنوع الصيد فيها لا إسرائيلي بتصيد فيها ولا لبناني ولا فلسطيني تنعد هي زي المحمية يعني لأنه منطقة عسكرية والسمك بيتقاطر وبيجمع هناك وين في أمان السمك بعيش بس يوم العاصفة ورا العاصفة بيطلع الصيد صوب النقورة بصيروا يجيبوا رزق بيركزوا على الشتوية أكثر من الصيفية هلا نحن بالبحر كل يوم لما بنظهر بنسمع الضرب القصف كلياته بجنوب بنشوفه صوت وصوره ما بصورون ببعث لنا موقع الصور مش الا مره واحده كنت اشترجي صور كانت الاباتشي فاق مني والله يعني بروح الواحد صوب الرشيديه اكثر من الرشيديه ما بيتخطى هيك بصير في خوف يعني بصير حامل دمه على كفه الواحد في عالم اكثر شيء عم بتروح هيك صوب الشمال يعني صوب الصرف يعني مثلا صوب الاسميه صوب الغمير هالمناطق هيدي حتى هن الطفافيف اللي لهم مفوتينهم عنا كثير هن شو الطفافيف الحدود اللي حطوها قبل حرب تموز كانت بعيده شو 4 5 كيلو جابوها ضمن حرب تموز قربوها اسرائيل قربتها عنا يا هون اخذت كثير من اراضينا لانه لنا تاريخ نحن والزوارق الاسرائيليه كان ياخذونا يحجزونا ياخذونا شباكنا فيش ليله كنا نروح فيها الا مهددين يجي يخذ لنا ويقطع لنا شباكنا يعني قبل الألفين يعني بعد التحرير هودي ما عشفناهم فهلا نحن متخوفين انه نرجع نقرب مثلا من بعد الرشيديه ليله يجوا لنا ما بتعرفش امتى بيخرب الوضع ما بينعاش مع اسرائيل اسرائيل بتغدر وما بيتامل لها وكذابه